كريستيانو رونالدو درس كبير في كرة القدم. كريستيانو رونالدو لمن يريد أن يكون لاعبا بهذه المثابرة. نعم العمر يتقدم به، لكنه ما زال يصارع العمر، مباراته الأكبر في هذه السنوات مع عمره بكل تأكيد. أنا الدون، ما زلت موجود، أنا كريستيانو الكبير، أنا رونالدو صاروخ ماديرا وابن فنشال، أنا المجنون. رونالدو أي شخصية، رونالدو أي كاريزما، كنترول ويراوة، رجع لزمن مانشستر، سمحني نتعدى بأمر الدون، أنا الأمر الدون. رونالدو في العشب وبالعشب وتحت العشب وفوق العشب، مستعد في 34 سنة أن يدافع عن كيان، أن يدافع عن خبرة وتجربة وألقاب، أن يدافع على اسم نحت من الصخر وصعد من الأسفل، اسمه كريستيانو رونالدو. متى ستتوقف؟ متى ستشبع؟ هل تسمعني؟ متى ستشبع من التسجيل ومن الأهداف بالنسبة لكريستيانو رونالدو؟ طبعا يريد الكثير لأنه لاعب كبير. هذه النوعية من اللاعبين يريدون الكثير من الإنجازات. واحدة من أشهر تصريحاته: بالتأكيد أنا أعيش حلما، لا أريد أن أستيقظ منه. محبوك أيضا لا يريدون الاستيقاظ من هذا الحلم الذي يعيشه كريستيانو رونالدو. بالتأكيد يا لها من مسيرة حافلة ذهبية قياسية، بأرقام مستمرة، بتواصل، باستمرارية عظيمة. راجع بروح أخرى، عائد بنفسية جديدة، نفسية المتحدي، نفسية الباحث عن البالون دور السادسة. هذا الرجل ممكن يلعب الخمسين. لاعب كما ذكرت عمل كل شيء، ما في شيء ما عمله مع المان يونايتد، مع سير أليكس فيرغسون، البدايات الرائعة جدا مع سبورتنج لشبونة، أفضل هداف في تاريخ الفريق الملكي، أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أرقام مرعبة بكل معنى الكلمة، ومع ذلك يقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هذا درس للاعب كرة القدم. لاعب الآن فاز بكل شيء، فاز بدوري الأبطال، وفاز بكأس الأمم الأوروبية، وفاز بالليغا، وأصبح أفضل هداف في تاريخ الفريق الملكي عبر كل التاريخ، ومع ذلك يقول الآن أنه لا زال يبحث عن المزيد في عالم كرة القدم. وبين الحنين إلى ماضي، ماضي كان تاعب ولكن نحت فيه البرتغالي في الصخر، لذلك صار رونالدو. كريستيانو برقصة في التاريخ، برقصة معلومة، بتحدي للجماهير، بتذكير من يكون. أنا الدون، أنا السير سبن. عنده سبع رواح رونالدو، يعني في وقت من يعتقد البعض بأنه مش انتهى أو تراجع مستواه، لأنه أمرا ما سيحدث يرجع لك، يخرج لك من، لأنه لاعب كبير. يعني Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please.